بسم الله الرحمن الرحيم، دي حلقة جديدة من كورس الـ Differential Equations أو المعادلات التفاضلية. هنكمل فيها حل على الجزء اللي احنا شرحناه الحلقة اللي فاتت. كان قلنا الدرس الأخير في المنهج هنقسمه على نصين شرح. النص الأولاني شرحناه الحلقة اللي فاتت، لازم تكون سمعتها لأن النهاردة هبني على أساس إنك سمعتها الحلقة دي والحلقة اللي جاية، هحل لك على النص الأولاني ده، وأيام الامتحانات هننزل النص التاني بإذن الله. فركز معايا النهاردة، هنحل كام سؤال؟ هحل معاك 60 سؤال، واسئله الفاينل اللي جت على الجزء ده بس، والاسئله عشان هي سهله وبسيطه، يعني اسئله اغلبها بتتحل بالنظر كده، فجبت لك كميه كبيره عشان تبقى ايه خارج متاكد من الحته دي. الحته دي تيجي تمتحن عليها نقطه او نقطتين، يعني لو جت نقطه يبقى 2% او 2.5%، لو جت نقطتين هيبقى 5%، فالكميه مش قليله، فركز فيها. زائد ان الحلقه الجايه اللي هحل معاك فيها هجيب لك برده اثنين نقطتين كمان او نقطه كمان، فهتلاقي نفسك لميت في الاخر من الدرس الاخير ده. ان شاء الله مش هكمل النهارده ساعه يعني في الحلقه دي، هتبقى لميت حبه حلوين، فركز معايا. تعالى يا عم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكلها اسئله يعني جميله الصراحه. الاسئله كلها على ايه؟ على الكلاسيفيكيشن، ازاي تقسم او تصنف المعادله التفاضليه بتاع الجزئيه. فالمفروض تكون سمعت الحلقه اللي فاتت، يعني انا هنجز على طول معاك، هفترض انك سمعت. بيقول لك صنف من حيث كونها لينير او لا، ومن حيث كونها هوموجينيوس ولا نون هوموجينيوس. واول حاجه حدد الاوردر. الاوردر يعني ايه؟ اعلى مشتقه موجوده، اعلى مشتقه موجوده المشتقه الثالثه، يبقى الاوردر في اول واحده ثلاثه. طيب بعد كده حدد هي لينير ولا لا. لينير لو جيت بصيت هتلاقي هنا ايه، هتلاقي يو مضروبه في حاجه فيها يو، يبقى بالتالي ده مش لينير، ده يمنعني ان انا اكون لينير، يبقى نون لينير. طيب بعد كده، واي خلي بالك اي غلطه تلاقيها في الحلقه عشان هحل بسرعه ان شاء الله دلوقتي، يعني قلت لك هعتمد انك ذاكرت، مش هشرح لك خالص زي كل مره. لو لقيت غلطه نبهني عليها في التعليقات ان شاء الله يعني ما نغلطش. طيب دي مش لينير. طب الحاجه الثانيه، هل هي هوموجينيوس ولا لا؟ هوموجينيوس بنشوف هل كل الترمات فيها يوهات. لو جيت تبص هتلاقي في ترم هنا فاضي ما فيهوش يو خالص، يبقى نون هوموجينيوس، نون هوموجينيوس. طيب ده المعادله الاولانيه. تعالى على اللي وراها، بيقول لك ايه؟ تعالى نمسح بس ده كده اهو، نكبر بس خلينا نقرب شويه. المعادله الثانيه اللي وراها بيقول لك دي يو اكس، وعايزين اول حاجه الاوردر. الاوردر بندور على اعلى مشتقه، دي المشتقه الاولى، دي المشتقه الاولى، يبقى ليه الاوردر واحد، اعلى حاجه خالص هي واحد. بعد كده هل دي لينير؟ لينير. ليه؟ لان كل ترم فيه يو واحده فقط وباور 1 كلهم، ومفيش اي يو مضروبه في يو ولا مقسومه على يو، ومفيش اي يو موجوده كجزء من داله، يبقى الكلام ده كله ايه يتحقق، يبقى الاجابه لينير، يبقى المعادله دي لينير. طب هل دي هوموجينيس؟ لان كل الترمات فيها ايه، فيها يو او يو ومشتقاتها، يو او يو اكس او يو واي، المهم ان كل الترمات فيها يو او يو اكس، يبقى انت كده ايه، يبقى الاجابه هوموجينيس. طيب انما لو كان في ترم زي الساين دي كده هو ما فيهوش اي يوهات، كنا نقول ايه، او يو او مشتقاتها، كنا نقول انها نون هوموجينيس، لكن هنا كلهم فيهم يوهات، فبالتالي هي هوموجينيس او هوموجينيس، انت زي ما تحب. اللي وراها هنا الاوردر كام؟ اعلى مشتقه 2، 2 كلهم اعلى حاجه 2، يبقى الاوردر 2. طيب بعد كده هل دي لينير؟ تعال نشوف اليو لوحدها هنا اهو وباور 1، اليو لوحدها هنا اهو وباور 1، مالناش دعوه بالساين واي، احنا بنتكلم على اليوهات. هنا مفيش يو اصلا، طيب يبقى زي الفل، يبقى اليو لوحدها في كله وباور 1 في كله ومش موجوده كجزء من داله، اذا انا لينير. ده تعريف اللينير، ارجع للشرح زي ما قلت لك مش هعيد، انا افترض انك جاي تتدرب بس. طيب هل هي هوموجينيوس؟ تعال نشوف كل ترم ده في يو، ده في يو، لكن ده ما فيهوش يو، يبقى الاجابه نون هوموجينيوس. لازم أن يكون كل الترمات فيها يوهات او مشتقاتها عشان نقدر نقول على حاجه انها هوموجينيوس. ادي اول ثلاث اسئله، فهتلاقي 60 سؤال نفس الطريقه، الاسئله سهله جدا يعني. الاجابه طبعا تحت ايه؟ تامل فيهم كده هيبسطوك يعني. الإجابات تحت، وأي حاجة تلاقيها شاكك فيها قول لي على طول. تعالى هنا بقى على طول ننجز دور بسرعة كده، خلينا نشوف. حدد نفس الكلام، حدد الأوردر أول حاجة، بعدها حدد لينير ولا مش لينير، ولا هوموجينيوس ولا نون هوموجينيوس. هنا أول واحدة الأوردر كام؟ أعلى مشتقة هي 3، يبقى الأوردر 3. طيب خلينا ننجز كل واحدة على طول، دي كده أعلى مشتقة كام؟ 3، يبقى الأوردر برضو 3. طب هنا اعلى مشتقه دي الاولى، دي الاولى، دي الثانيه، يبقى الاوردر 2. دي اعلى مشتقه 3 مشتقات، وواحده وواحده، يبقى اعلى اوردر هو 3، 3 هي اعلى مشتقه. اما بتحب تجيب الاوردر بتشوف اعلى مشتقه وتقول رقمها، شكرا. طيب بعد كده اعلى مشتقه هنا 2، 2 مفيش حاجه ثانيه، يبقى ايه اعلى مشتقه 2، يبقى 3 3 2 3 2 اهو. هتلاقي تشوف الاختيارات هتلاقي بيقول لك 3 3 2 3 2 بس كده، يبقى 3 3 2 3 2. تعالى 3 3 2 3 2، يبقى الاوردر مظبوط. طيب تعالى نشيل ده كله ونشوف هي لينير ولا لا، نمشي كده بالترتيب. الاولانيه هل هي لينير؟ اليو باور 1، اليو باور 1، اليو باور 1، كل ترم مفيش يو مضروبه في يو ولا يو مقسومه على يو، يبقى كده شرطين اتحققوا، ومفيش يو كجزء من داله، يبقى كده الاولانيه لينير. طيب اللي وراها اليو موجوده لوحدها، موجوده لوحدها وباور 1 في كله باور 1،
وهنا موجوده لوحدها وباور 1. مفيش اي حد لا يو في لا يو مضروبه في حاجه فيها يو ولا مقسومه على حاجه فيها يو ولا اليو موجوده كجزء من داله. الواي ما لهاش دعوه بيا ولا الاكس ليها دعوه بيا، انا بدرس اليوهات الداله الاصليه، فبالتالي دي لينير. طب هنا موجوده لوحدها وباور 1، هنا مشكله بقى، موجوده يو مضروبه في يو، يبقى بالتالي دي هتمنع انها تكون لينير، يبقى الاجابه نون لينير. بعد كده اول ما شفت لقيت يو مضروبه في حاجه فيها يو، يبقى الاجابه نون لينير على طول من غير ما نكمل، نون لينير. والسبب هو عمليه الضرب دي وعمليه الضرب دي كمان، فاهم الفكره؟ طب هنا اليو موجوده لوحدها باور 1، اليو موجوده لوحدها باور 1، باور 1 مفيش اي حاجه تمنع انها تكون ايه؟ انها تكون لينير، يبقى الاجابه لينير. يبقى كلهم لينير ما عدا الاثنين الاخرين، لينير لينير نن نن، واحده كمان لينير. تعال نشوف لينير لينير نن ونن، بعدين لينير، مظبوط جدا. طب بعد كده عايزين نشوف بقى مين؟ عايزين نشوف الهوموجينيوس ولا نون هوموجينيوس، يعني هل في ترمات ما فيهاش يو خالص ولا كله فيه يو؟ لو فيها كله يو يبقى هوموجينيوس، لو في حد ما فيهوش على الاقل ترم واحد ما فيهوش اي يوهات او مشتقاتها يبقى كده ايه؟ نون هوموجينيوس. تعرف الاول فيها يو، ده فيه يو، ده فيه يو، يبقى دي على طول ايه؟ هوموجينيوس، مظبوط. طب اللي وراها ده فيه يو او مشتقاتها، يو او مشتقاتها، ده ما فيهوش يبقى نون هوموجينيوس. يكفي واحد بس عشان يعرفك انها ايه؟ يكفي امتناع احد الترمات ولو واحد فقط ان ما يبقاش فيه يو او مشتقاتها عشان اقول ان هو نون هوموجينيوس غير متجانس. وكنت شرحت لك بالتفصيل في الشرح الحلقه اللي فاتت، ده فيه يوهات، ده فيه يوهات، احنا بندرس ذات هوموجينيوس ولا نون هوموجينيوس، حتى لو في اكتر من واحده المهم يبقى فيه وخلاص. هنا فيه، هنا فيه يوهات او مشتقاتها، يبقى التالي هوموجينيوس. طب هنا فيه يوهات، فيه يوهات او مشتقاتها، فيه يوهات او مشتقاتها، يبقى هوموجينيوس. والله كلام تافه قوي يعني، اللي هو قالب فيه حياه يا جماعه. فيه يوهات الترمين دول لما تتوزع الضرب يبقى فيهم يوهات، ده بيقول لك ده داله في مين؟ في الاكس والواي والتي، يعني بيضمن لك ان ما فيهوش يو، يعني كان بيقول لك انا نون هوموجينيس. نون هوموجينيس يعني يكفي ان ترم واحد فقط ما يبقاش فيه يو او مشتقاتها اللي هي الداله الاصليه، يعني مش شرط تبقى اسمها يو، ممكن يبقى اسمها اي حاجه، هو حسب ما يحدد لك. هنا قايل لك انها يو، واحنا غالبا بنستخدم رمز اليو ده، يبقى هومو نون، هومو هومو نون. اهو تعال نشوف اول واحده هومو، بعد كده نون، هومو هومو، فين؟ فين في الاخر؟ لا مش قايل، مش قايل اصلا هنا. طيب نون في الاخر، يبقى الاثنين في النص دول هومو، بس هو ما قالش، هو مش كاتب اصلا الاجابه يعني. خلينا نجمل اللي وراها. بيقول لك السؤال ايه؟ اي ما يعتبر لينير وايهما لا يعتبر، وايهم لا يعتبر لينير. مدي لك معادلات بقى مشهوره. المعادله الاولانيه دي لينير يعني ايه؟ يعني يكون في اليوهات كلها باور 1، ما يكونش اليو مضروبه في يو او مقسومه على يو، لما قلت كلمه يو يعني يو مشتقاتها، ولا يكون يو كجزء من داله. ده متحقق هنا 100% اهو، لو جيت تشوف هتلاقي باور 1 باور 1 مش جزء من داله، مش مضروبه في بعض ولا مقسومين على بعض، بس زي الفل، يبقى لينير اول واحده لينير. لينير. بعد كده اللي وراها اليو لوحدها وباور 1 لوحدها وباور 1 مش مضروبه في يو ولا مقسومه على يو ولا موجوده جزء من داله، يبقى لينير. طيب اللي وراها تعال نشوف. في مشكله كبيره قوي هنا، انها لو جيت تبص هتلاقي اولا ده لما يتوزع الضرب هيتضرب في مشتقه، فالزد مضروبه في زد، الزد هي الداله الاصليه زي اليو كده بالظبط، عشان كده قلت لك احفظه وخلاص، يو او اللي شبهها الداله الاصليه اللي هي الديبندنت فاريبل. فهنا هتلاقيهم مضروبين في بعض، ومضروبين في بعض بوضوح، ومضروبين في بعض مش عارف ايه، وكمان في واحده منهم واخده باور، فكل الشروط اللي تخليني مش لينير مخلاني مش لينير، يبقى دي نون لينير. طب الاخيره يو في يو، يبقى بالتالي ده على طول نون لينير، لازم يكونوا كلهم مفصولين عن بعض، كل ترم موجود لوحده عشان تبقى خطيه، داله خطيه. لكن لو مضروبين في بعض ما تبقاش داله خطيه. لو قلت لك واي مثلا يعني في واي سكوير بيساوي اكس، هل دي داله خطيه؟ لا، عشان داله يو في يو هي ثانيه، حتى في الحاجات الجبريه بتبقى نفس الكلام. يبقى بالتالي لينير لينير نن نن. تعال نشوف لينير لينير نن نن، كلام بسيط قوي. تعال على اللي وراها، زي ما قلت لك مش هنطول باذن الواحد الاحد. تعال على اللي وراها، حدد مين لينير. بيقول لك ايه؟ قول لي مين هو لينير ونن لينير وحدد الاوردر. يبقى عايز ثلاث حاجات، عايز حاجتين ثانيه او ثلاثه، عايز لينير ولا لا، هوموجينيوس ولا لا، عايز الاوردر في الاول. طيب الاوردر يعني اعلى مشتق، اعلى مشتق هنا ايه؟ اثنين. طب وهنا اعلى مشتقه اولسو 2، طب هنا اعلى مشتقه ثلاث مشتقه، صح كده اهو ولا ايه؟ ده اسمه ايه ده؟ التوتال كله عاملين له ديريفاتيف صح؟ اظن يعني المعادله دي مشهوره اصلا. يبقى هنا اعلى مشتقه خالص، انت تشتق ده كله بالنسبه للاكس، انت تشتق الاول مش عارف ايه، هتلاقي فيه في الاخر ايه؟ 4. هنا 2 وهنا 2، تعال نتاكد كده 2 2 4 كان كده بسرعه عشان انا صدقني بحل معاك لايف اصلا. فورث، عيب عليك. كل الاسئله دي بحلها معاك لايف يعتبر يعني. طيب هنا مشتقه ثانيه، دي اصلا مش مشتقات، احنا دلل ان مشتقاها هنا واضحه اللي هي الواي، الواي هنا مفيش مشتقه اصلا، هنا مفيش وايات اصلا، فبالتالي اعلى حاجه هي ايه؟ 2. بعد كده في الاخر هنا دي مشتقه مرتين مرتين مرتين، دي مفيش اشتقاق خالص، فاعلى مشتقات 2، يبقى 2 2 4 2 2.
تحسها تقسيمة كرة اهو. فين؟ اتنين اتنين، سكند سكند، اربعة سكند سكند. طيب تعال نشوف حتة اللينير، هل لينير؟ نطلع فوق، هل دي لينير؟ اه، كل واحدة فيهم باور 1، باور 1، محدش مضروب في لا يو، مضروبة في يو ولا مقسومة على يو ولا موجودة جزء من ده، يبقى دي لينير. طب هنا اه موجودة لوحدها، موجودة لوحدها وكله باور 1، مش مقسومين ولا مضروبين ولا جزء من ده، يبقى لينير. هما ثلاث شروط بنقعد نلف عليهم كده عشان نتأكد ان لينير ولا لا. طب هنا لا، ده واضحة جدا للشمس، مضروبين في بعضهم يبقى نون لينير. طب هنا موجودة لوحدها، موجودة لوحدها وباور 1، مش موجودة أصلا حاجة، يبقى كده إيه؟ لينير. ومش جزء من ده طبعا، يعني لو كان، لا استنى، هي الواي اللي بندرسها، اه لو كنا بندرس الاوميجا كانت الاوميجا موجوده جوه الداله دي، فكانت تبوظ لك اللينياريتي، لكن دي مش موجوده اصلا، اللي بندرسه اصلا هي الواي. بنشوف اللي جنبيه مشتقات، اللي فيه اشتقاق، يبقى هو ده العنصر الاساسي بتاعنا. هو قال لك فوق اهو، قال لك هندرس واي اوف تي اصلا. طيب بندرس الفاي، الفاي موجوده ايه؟ لوحدها وباور 1، لوحدها وباور 1، لوحدها باور 1، مش موجوده هنا اصلا، وبالتالي ايه؟ ده لينير، ده لينير صرف، مش مقسومين على بعض ولا مضروبين في بعض ولا موجودين كجزء من داله. يبقى كلهم لينير ما عدا الثالثه. تعال نشوف، كله لينير لينير ما عدا اللي في الثالثه. قال لك اسمها كوازاي لينير او نقولها نون لينير. عايزين ايه تاني؟ هوموجينيوس ولا نون هوموجينيوس؟ تعالى نرجع. هوموجينيوس يعني كل الترمات فيها يو ولا لا؟ فيها الداله الاصليه ولا لا؟ كل الترمات هنا فيها، يبقى ده هوموجينيوس. كل الترمات فيها يبقى هوموجينيوس. هنا كل الترمات فيها اهو، ده كله ترم على بعضه، يبقى كلهم فيه. طيب هنا هتلاقي ده فيه الداله الاصليه اللي هي الواي، الواي اللي بندرسها. وهنا الداله الاصليه موجوده، لكن هنا هل انت شايف اي واي؟ لا، يبقى ده نون هوموجينيوس. طب هنا الفاي موجوده، الفاي موجوده، الفاي موجوده، هل الفاي موجوده هنا اهو؟ هو بيقول لك لا، ده داله في الاكس والواي والزد، فهي بيضمن لك انها مش موجوده. يبقى ثلاثه صح واثنين غلط، يعني ثلاثه هوموجينيوس واثنين نون هوموجينيوس. هوموجينيوس هوموجينيوس مش قايل اصلا. نون هوموجينيوس نون هوموجينيوس، يبقى الرابعه دي المفروض انها هوموجينيوس يعني. بس ساعات كده بايه؟ بيستلطف. نيجي السؤال ده، انا رايي ان هو جميل جدا جدا، انا جايب اسئله حلوه الصراحه، يعني اسئله كيفك وسهله. فانا عايز اقول لك الاسئله دي تصلح جدا للام سي كيو، انا مش جايبها خلاص، الاسئله دي كل سؤال فيهم ينفع يتصاغ في صوره ام سي كيو. بيقول لك اكتب لي الجنرال فورم بتاعت اللينير ايكويشن، اللينير سكند اوردر ديفرنشال ايكويشن، لما يكون جوه الفانكشن كام؟ ثلاث متغيرات. فاكر انت لما شرحت لك الحلقه اللي فاتت وقلت لك لو عندنا ترى لينير سكند اوردر ايكويشن بس في متغير واحد، فبنكتبها ازاي؟ او خلينا في ترى الفيرست اوردر، الفيرست اوردر اللينير، اللينير ديفرنشال ايكويشن كانت اليو داله في الاكس والواي، لما احنا نكتبها فيرست اوردر لما نجيب المشتقه الاولى فقط، اعلى مشتقه هي الاولى، فهنجيب اليو اكس ونجيب اليو واي ونجيب اليو من غير حاجه خالص، ونحط جنب كل واحد فيهم ثابت، صح كده اهو، ونقول بيساوي ثابت جديد في الاخر ونجمعهم على بعض. هي دي الشكل العام للمعادله الخطيه من الدرجه الاولى. طب من الدرجه الثانيه كنا بنعمل بقى ايه؟ نجيب كل الاحتمالات الممكنه سي 1 ولكن يو اكس اكس، بعد كده سي 2 بس يو واي واي، كل الاحتمالات الممكنه، كل اللي تقدر تجيبه. عايزين الجنرال رول زائد سي 3 الميكس بقى، المشتقة الميكس اللي هي اكس واي، مش سي يو اكس واي، زائد ممكن سكند اوردر معناها ان اعلى مشتقة اثنين، ولكن مش شرط يكون هي بس اللي موجودة، ممكن يكون في مشتقة واحد، يبقى سي 1 في يو اكس زائد سي 2 في يو واي، زائد ممكن ما يكونش في مشتقات خالص، يبقى خلي دي مثلا ايه؟ سي 1 داش، سي 1 داش، اي رموز يعني، ممكن ما يكونش في مشتقات خالص، وفي الاخر سي 5 مثلا او سي 4 اي حاجة. بس كده، ده الشكل العام للمعادله التفاضليه من السكند اوردر، من معادله لينير من السكند اوردر. طيب قال لك بقى تالي، لو الداله فيها ثلاث متغيرات، يعني اليو دي فانكشن في اكس واي وزد، هتبقى شكلها عامل ازاي؟ تعالى بقى اكتب لك يا عم. اول هنجيب كل الاحتمالات الممكنه، هنجيب اليو لو اشتقناها بالنسبه للاكس مرتين، هو قال لك سكند اوردر، ولو اشتقناها بالنسبه للواي مرتين، ولو اشتقناها بالنسبه للزد مرتين، يعني الالف. ولو كانوا كلهم عاملين ميكس مع بعض، فيبقى سي 4 في اليو اكس مع الواي، سي 5 يو اكس مع الزد، سي 6 اليو زد مع الواي، ضرب ديكارتي كلهم في بعض، زائد ناخد كل مشتقه فرديه لوحدها، يبقى سي 7 في اليو لما نشتقها بالنسبه للاكس فقط، زائد سي 8 في اليو لما نشتقها بالنسبه للواي فقط، زائد سي 9 في اليو لما نشتقها بالنسبه للزد فقط، سي 10 في اليو لما ما نشتقش اصلا، بيساوي سي 11. بس كده، ايه رايك في العظمه؟ كلام فاضي والله. هو ده اللي مكتوب هنا بالظبط، ده ممكن يجي في امتحان اه ويحط لك ده في الاختيارات. شفت اللي حصل في امتحان البروجرامنج؟ كان جايب اختيارات كتير كتير كبيره قوي، هو ده اللي ممكن يحصل في الديفرنشال عادي جدا، والسؤال ما ياخدش في ايدك نص دقيقه.
نيجي على السؤال اللي وراه، بيقول لك حدد برضه اللينياريتي وهوموجينيوس ونون هوموجينيوس. انا هدفي تطلع من الحلقه في مده قليله اهو، اللي هو ممكن يكون اصلا اقل بكتير قوي من مدد الناس اللي بتشرح الباقيه، بس تطلع حل كتير، تطلع السؤال ده في امتحان مضمون باذن الله. حدد الاول الاوردر. طيب الاوردر اعلى مشتق، اعلى مشتق هنا الثالثه، دي ثانيه مفيش مشتق، يبقى على الحاجه الثالثه. بعد كده اعلى مشتق واحد، ده مش مشتق اصلا، الاوردر واحد. اعلى مشتق اربعه، ده واحد، فمفيش مقارنه. اعلى مشتق اربعه هو دي الاوردر. هنا اعلى مشتقه 2 و2، يبقى ايه؟ 2 برضه، اعلى مشتقه 2. هنا اعلى مشتقه 2، يبقى الاوردر 3 1 4 2 2. 3 3 1 4 2 2 زي الفل. عايزين اللينياريتي المعلم اللي فوق، اللينياريتي اليو هنا موجوده لوحدها باور 1، موجوده لوحدها باور 1، موجوده لوحدها، يعني ما معهاش يو ثانيه، لكن المتغيرات الثانيه دي احنا اكننا مش شايفينها اصلا، مالهاش لازمه بالنسبه لنا، يهمنا الديبندنت فاريبلز. موجوده لوحدها وما معهاش ايه؟ ما معهاش حد ثاني وباور 1. هنا اليو موجوده لوحدها وباور 1 ومش موجوده جوه جزء من داله، ولا اليو مقسوم على يو ولا مضروبه في يو، موجوده كلهم لوحدهم سيبريتلي كده، يبقى المعادله دي فعلا لينير. خلينا نعمل العلامه الصح وخلاص، لينير. طب هنا اليو موجوده لوحدها ومعاش حد، واليو هنا دي مشكله بقى، هذه مشكله. متى وجدت اليو مش واخده باور 1 باور اعلى، يبقى دي على طول نون لينير على طول. انت عمرك شفت معادله خطيه حتى في الجبر اسمها واي سكوير زائد اكس مثلا بتساوي صفر؟ هل دي معادله خطيه؟ لا، ده مش هيترسم ده هيترسم بارابولا، مش هيترسم لاين، فبالتالي مش لينير. نفس الكلام هنا، ده موجود لوحده باور 1، ده لوحده باور 1 وبس كده، مفيش حد تاني، يبقى انت كده لينير. الاعلانات المقرفه دي. طيب هنا دي مشكله بقى على طول. بص واي يو قصدي مضروبه في يو، حتى لو مشتقات يو في حاجه من اليوهات، يبقى ده على طول ايه؟ نون لينير. دي حاجه تكسر اللينياريتي على طول. هنا موجود لوحده باور 1، موجود لوحده باور 1، موجود لوحده، مفيش اي مشكله، مفيش حد واخد اكتر من باور 1، ولا يو مقسوم على يو ولا مضروبه في يو، يعني في حاجه فيها يوهات يعني، ولا موجوده كجزء من داله، يبقى دي لينير. صح غلط؟ صح غلط؟ صح. يعني لينير نون لينير، لينير نون لينير، لينير. شفت الحظمه؟ تعالى اللي ورا هوموجينيس، عايزين نشوف اللي فوق دي كل ترم فيه يو ولا لا. ده فيه وده فيه وده فيه وده فيه، يبقى اول واحده هوموجينيس. طب اللي وراها الترم ده فيه يو، الترم ده فيه يوهات، الترم ده ما فيهوش، يبقى نون هوموجينيس. طب اللي وراها ده فيه وده فيه، ده ما فيهوش، يبقى نون هوموجينيس. ده فيه وده فيه وده فيه، كلهم فيهم يوهات، الصفر ده ما لناش دعوه بيه. احنا في الحالتين بنفترض ان باي ديفولت في صفر على اليمين، احنا بنتكلم على الترمات اللي ليها وجود يعني. يعني غير الواحد، الواحد اكننا دخلناه جوه وسيبنا الصفر بره، فالواحد لا يعتبر انه يحتوي على يو، لكن الصفر، الصفر ممكن نعتبره فيه يو، ان هو فيه يو باور ايه؟ باور يعني اكن الصفر مضروب فيه يو، اكن فيه يو اوريدي، فاهم الفكره؟ طيب ايه تاني؟ يبقى ده هوموجينيوس. طب هنا كلهم فيهم يوهات، يبقى بالتالي هوموجينيوس، يبقى هومو نون نون هومو هومو اهو، هومو نون مش قايلها اصلا، نون هومو برضو ما شايلها هومو، فاكيد في حاجه علميا تخليه ما يقولش انها هوموجينيوس، او هو ناسي يعني هذا او ذاك. نيجي على المساله اللطيفه دي، مش عارف ده مكانها ولا لا، بس انا هنشوف حلها دلوقتي. بيقول لك حدد الاي والبي اللي يخلوا اليو دي حلا للمعادله دي. طيب هتاخدها تعوض بيها ليس الا، يعني ده ممكن يجي في امتحان. طبعا يجي في امتحان، بيبقى سؤال بسيط يعني، هو في الامتحان بيحب يجيب شغل المجاهيل ويقول لك هات حاجه تنفع تجاب اختر، يقول لك اذا فان اي تربيع زائد بي تربيع يساوي كام، يعني عايزك تجيب قيمه الاي والبي يعني. بس دي بقى تحفه في ايه؟ هقول لك دلوقتي، محتاجه شغل رياضه بسيط كده عشان تثبت انها حل المعادله. هات اليو اربع اكسات، يعني اشتقها اربع مرات بالنسبه للاكس واربع مرات بالنسبه للواي، واربع ومرتين اكس ومرتين واي، واجمع وشوف هيديك الناتج ايه وساويه بالزيرو، شوف الاي والبي هيطلعوا كام. لو اشتقيتي بالنسبه للاكس هيبقى ايه؟ الاكسبوننشال اي ماجا اشتقاها بقوم قايل لنفسها في مشتقات الباور. طب مشتق الباور بالنسبه للاكس هتبقى ايه؟ طب لو اشتقيتها تاني هتبقى المشتقه نفسها في مشتق الباور بالنسبه للاكس، يعني ايه كمان؟ طب لو اشتقيتها اربع مرات هتبقى ايه؟ باور 4. شكرا. زائد لو عايز اشتقها بالنسبه للواي اربع مرات هتبقى الداله هتفضل تنزل نفسها نفسها نفسها، وكل مره بتديني بهايه، يعني بشتق الباور بالنسبه لايه؟ بالنسبه للواي فيديني بي في المره الاشتقاق الاولانيه، الاشتقاق الثانيه يديني بي كمان، بي ثالثه، بي رابعه، يبقى بي باور 4 زائد 2. لما اشتق مرتين بالنسبه للاكس هيديني الاكسبوننشال، بس في اول مرتين بتوع الاكس هضرب في بي في مشتقه الباور بالنسبه للاكس، يعني هضرب في اهتين يبقى اي سكوير، بعد كده هضرب في بيهتين لما اشتق بالنسبه للواي يبقى بي سكوير، كل ده بيساوي صفر. خد الاي باور دي كومن فاكتور، انت عايز تجيب قيمه الاي والبي، هو ده المطلوب. هيتفضل اي باور 4 زائد 2 اي سكوير بي سكوير زائد بي باور 4، صح كده اهو، كل ده بيساوي صفر. ده مستحيل يساوي صفر، فبالتالي مش هستفيد بيه في اي حاجه، ده محتاج عند سالب انفينيتي، فاللي هو وجع دماغ مش هينفع. لكن ده اقدر اخليه يساوي صفر امتى؟ تعالى ده مربع كامل ممكن نكتبه في الصوره دي، نقول اي سكوير زائد بي سكوير
الكل تربيع بيساوي صفر، ده منطقي، الشكل ده ممكن يتلم في الشكل ده، الاول تربيع الاخير تربيع الاول في الثاني في اثنين. طيب بالتالي a سكوير زائد b سكوير بيساوي صفر. دي محتاجه منك معلومه رياضيه بتاعت اولى ابتدائي، ان لو حاجه تربيع تساوي حاجه زائد حاجه تربيع بتساوي صفر، الحل ده في الريال نمبر، في الريال نمبر ما يتحققش ابدا غير لو a بتساوي b والاثنين بيساوي صفر. ده الحل الوحيد للمعادله دي لو انت شغال ريال نمبر، ده الحل الوحيد. في حلول كومبلكس كتيره مش قصتها، لكن الحل الوحيد الريال هو الايه، هو الصفر والصفر. واحد يقول لي معادله في مجهولين ازاي احلها؟ اه ما هي عشان ريال، فانا اكني ضفت شرط بمقام معادله ثانيه. يعني دي حتى معلومه ليك رياضيه على الجنب كده، هل ممكن احل معادله او معادلتين في ثلاث مجاهيل؟ انت ما انت حافظ ان لازم عدد المعادلات سواء عدد المجاهيل، لكن في حاجه تكسر لك القاعده دي وهي ايه؟ لو اديتك معلومه جانبيه، يعني ممكن يبقى عندي معادلتين فيهم ثلاثه فاريبلز، اديك انا معلومه جانبيه تبقى بمثابه معادله، زي ان اقول لك مثلا ان النواتج بتكون اعداد زوجيه مثلا، ده كده اكني اديتك معادله. ده شغل بياخدوه في يعني كنا بنشوفه كده في ايه، مسائل الاولمبياد والحاجات اللي زي كده. فهنا بسيطه اهي، حاجتين تربيع على بعضهم، اكيد ان الناتج بتاعهم لازم يكونوا الاثنين بصفر عشان يدينا ناتج صفر، مفيش اي حل اخر يعني. يبقى الاجابه ايه بتساوي ب بتساوي صفر. طب يبقى اليو نفسها بتساوي ايه؟ اي باور صفر في اكس زائد صفر في واي، يعني ايه توتال صفر، يبقى الناتج اليو بتساوي واحد. الحل بتاع المعادله دي بيساوي واحد فعلا. شفت اهو ممكن يجي في السؤال انت بقى مستغرب ايه علاقه العباكه دي كلها والاختيارات واحد ولا صفر ولا وهو طالب منك اليو، انت منتظر تطلع داله، تطلع اي باور حاجه، هو بيقول لك هات لي قيمه الاول بي وانت مش متوقع ابدا انها تطلع واحد، هتلاقي الاختيارات انت شاكك في نفسك، لكن الاختيار فعلا اهو يوصلك في الاخر ان اليو واحد، الداله نفسها بواحد. طيب نيجي على اللي وراه، ده سؤال اختار لطيف بس غالبا الاختيارات غلط على ما اذكر يعني، ده كنت شفته كده قبل ما افتح الحلقه وقلت اجربه في الحلقه معاك. بيقول لك ايه بقى الحته اللي جايه، اغلب الاسئله الجايه على الحته دي، على حته بارابوليك ولا هايبربوليك ولا اليبتيك. كنا بنجيب البي سكوير ناقص 4 في الاي في السي ونشوف هي بتساوي صفر فتبقى بارابوليك، ولا اصغر من الصفر فتبقى اليبتيك، ولا اكبر من الصفر فتبقى هايبربوليك. كنت احفظها لك، اقول لك هايبربوليك يعني جاي من هاي، هاي يعني ايه؟ هاير ذان زيرو. اليبتيك فيها الا ايه؟ اليبتيك جاي من لور، لور ذان زيرو. بارابوليك ده الثالثه، ده الحاجه الثالثه يعني محفوظه بقى خلاص رايح نفسك. مين البي؟ ده معامل المشتقه الميكس اللي هي فيها اكس وواي او اكس وتي او تي وزد حسب الفاريابلين اللي عندك، المشتقه الميكس وخلاص بنجيب معاملها ونربعها. طب مين الاي ومين السي؟ دول معاملين المشتقه الثانيه البيور، اكس اكس واي واي مش عارف اكس اكس تي تي، على حسب انت شغال على انه تو فاريبلز. بتجيب الارقام دي كلها وتعوض في المعادله وتشوف هتطلع موجب ولا سالب ولا زيرو عشان تحدد هي بارابوليك ولا اليبتيك ولا هايبربوليك. فركز في الحته دي المراجعه السريعه دي عشان انا اكدت لك عليها في شرح الحلقه اللي فاتت، انا هشرحها بالتفصيل فالنهارده هحل على طول، قلت لك مش هشرح لك. اللهم هل بلغت. بص يا عم المعادله قدامك دي بيقول لك الايكويشن البي سكوير المفروض تبقى بكام عشان المعادله دي تبقى بارابوليك. طيب هات هات الرول بتاعتها وساويها بالصفر، بارابوليك يعني ساويها بالصفر، ساوي العلاقه اللي هتطلع بالصفر. هتلاقي هنا المعامل بتاع المشتقه الميكس هو بي، يبقى بي سكوير هنربعه ناقص 4 في الاي والسي هم معامل المشتقتين البيور يعني 3 و3 يبقى 4 في 3 في 3 بيساوي صفر. يبقى البي سكوير بتساوي كام؟ 3 في 4 12 في 3 يديك 36، ومنه البي سكوير المفروض تكون بتساوي 36. فاظن هو مختار الاختيار ده عشان في 6 انا ناسيها هنا، يبقى الاختيار الصح والله اعلم يعني اكد عليا 36. زي ما قلت لك بحل لايف، فاي حاجه تشك فيها اكتب لي في التعليقات يا مسهل الحال يا رب. بيقول لك في المساله دي اعمل ايه؟ حدد اول حاجه اذا كانت كل واحده اليبتيك ولا هايبربوليك ولا بارابوليك، وبعد كده سيبك من لو كانت ميكسد دي عشان مش عليك، و برضه مش عليك مش عايزين نحل دلوقتي، خلي الحل في الحلقه الجايه. تعال نشوف الاول بس ايه، نحدد هي بارابوليك ولا هايبربوليك ولا اليبتيك. اول واحده هنشوف المشتقه الميكس اهي معاملها واحد، يبقى قايلين واحد سكوير اهو على طول بقى بالنظر، واحد سكوير ناقص 4 في معامل ده في معامل ده، المشتقتين بيور سالب 2 في 1 يعني سالب 2 في 1. ده طلع رقم ايه؟ واحد ناقص، امسك آلتك عشان ننجز عشان برضه تبقى ايه، انا عارفك بتغلط في اشارات. واحد ناقص 4 افتح قوس حط سالب 2 حط 1 طلع 9. طلع الناتج ثانية بس نشيل ده، طلع 9. 9 ده رقم موجب ولا لا؟ موجب، يبقى هايبربوليك. دي أول واحدة هايبربوليك. طب بعد كده معامل الميكس 4 سكويره ناقص معامل اللي هنا البيور 4 برضه. أصلا في 4 في القانون، يعني بي سكوير ناقص 4 اي سي، اوعى تنسى الأربعة دي. في الاي عبارة عن معامل المشتقة البيور أدي 1. في السي اللي هو ايه معامل المشتقه الثانيه البيور 4،
يبقى الناتج 4 سكوير ناقص 4 سكوير يدي لك صفر اللي هو بارابوليك، يبقى ثاني واحده بارابوليك. طب الثالثه معامل، بص بقى ركز في المساله التحفه دي، معامل الميكس، فين الميكس؟ مفيش ميكس اهو يا عم، مفيش ميكس، يبقى 0 سكوير ناقص 4 في معامل ده في معامل ده، الاثنين البيور يعني في سالب اكس في واحد، يعني سالب ده موجب 4 اكس، يبقى الناتج 4 اكس. طب 4 اكس دي البي سكوير ناقص 4 اي سي طلعت ب 4 اكس. 4 اكس دي احددها بارابوليك ولا لا؟ لا لما نكتب فتره بقى نقول له اذا كانت الاكس بتساوي صفر كانت الداله اللي قدامك دي بارابوليك او المعادله التفاضليه بارابوليك، لو الاكس كانت اكبر من صفر يعني موجبه هيبقى الناتج موجب، يبقى الاجابه هايبربوليك، ولو كانت الاكس اصغر من صفر هيبقى الاجابه، هيبقى الناتج اصغر من صفر فيبقى الاجابه ايه؟ اليبتك. ده اللي احنا عملناه الحلقه اللي فاتت بالتفصيل في الشرح، فرجاء الرجوع الى الشرح. نيجي على اللي وراها. بص يا عم اللطيفه، بص يا راجل يا محترم، بص معايا يا ست الكل، يلا يا عم. بيقول لك حدد الاوردر واذا كانت لينير ولا نون لينير، بعد كده حدد هي بارابوليك ولا هايبربوليك ولا ايه؟ اليبتك. اول حاجه هي الاوردر بتاعها كام؟ دي مشتقه 2، المشتقه الثانيه ثانيه، مفيش مشتقات اصلا، مشتقه اولى يبقى اعلى مشتقه الثانيه، ده الاوردر. طب لينير ولا لا؟ تعال نشوف، لوحده باور 1 لوحده باور 1 لوحده باور 1 لوحده باور 1 لوحده باور 1، الاكس والتي احنا مش شايفينه، احنا بندرس اليو فقط، يبقى الاجابه ايوه لينير. طيب يبقى 2 ولينير، ادي اول حاجه 2 ولينير. انت شفت هايبربوليك بس عايزك تجيبها بقى ازاي هايبربوليك. معامل المشتقه الميكس، فين المشتقه الميكس؟ اهي اكس في التي، معاملها كام؟ سالب 4، سالب 4 الكل سكوير ناقص 4 في معامل البيور في معامل البيور، معامل البيور 2 ومعامل البيور الثانيه 1، يبقى 2 في 1. الناتج طلع كام؟ دي طلع 16 ناقص 2 في 4 ب 8، يبقى الناتج طلع 8، يبقى موجب يعني اكبر من صفر يعني هاير ذان زيرو، هاير او هاير يعني هايبربوليك. اللهم هل بلغت، عشان هتفتح تنسيها في الامتحان، هتنساها في الامتحان او هتنسيها عادي، هتنسوها في الامتحان كلكم انتوا الجزء وايه وتيجي تندموا في الاخر. لا مسهل الحال يا رب، لا اله الا الله، ربنا يستر ربنا يستر. يقول لك حدد في كل واحده من الاتيه اذا كانوا ايه بارابوليك ولا هايبربوليك ولا مش عارف ايه، تعال نحدد في كل واحده منهم. يعني اول واحده الكلام بقى نمطي جدا، انا قلت لك الحلقه دي حلقه نمطيه، انا عايز احل معاك كتير مش اكتر عشان اخلي السؤال ده في امتحان مضمون باذن الله، اديك درجتين ونص يعني في الميه. مشتقه الميكس اهي، اخد المعامل بتاعها تربيع ناقص 4 في معامل البيور في معامل البيور، يعني 2 في 4 2 في 4، الناتج طلع 9 ناقص 2 في 8 8 في 4 يطلع رقم سالب. حلو، رقم سالب يعني ايه؟ يعني ده اليبتك، اليبتك. تعال نتاكد، اول واحد اليبتك، طيب زي الفل. اللي جنبيه تعال نخش كده من الكيبورد، معامل المشتقه الميكس 5، يبقى 5 سكوير ناقص 4 في البيور في البيور 3 في سالب 2 تاخده باشارته، يبقى الناتج هيبقى سالب في سالب هيخلي لك ده موجبه، ويبقى الناتج كله حاجه موجبه. موجب يعني ايه؟ يعني ايه بوزيتيف؟ يعني هايبربول، يعني هاير ذان زيرو يبقى هايبربول. نيجي في الاخيره معامل الميكس 12، يبقى 12 سكوير ناقص 4 في معامل الاثنين البيور 4 في 9، يبقى الاجابه امسك الاله واكتب 12 سكوير ناقص 4 في 4 في 9، طلع الناتج صفر يبقى بارابوليك، يبقى اخر اثنين هايبر وبارابوليك زي الفل. نيجي على اللي وراه، لا اله الا الله، دول مش متجاوبين فاحنا هنحلهم مع بعض هنا ونطلع الاجابه باذن الله. حدد اذا كانوا اليبتك ولا بارابوليك ولا هايبربوليك. طب يلا نحدد كل واحده بسرعه. هنا دي المشتقه البيور الثانيه، دي مشتقه اولى اصلا ولا كاننا شايفينها، فين بقى المشتقه الثانيه؟ الميكس مش موجوده او عاملها زيرو سكوير ناقص 4 في معامل البيور في معامل البيور، معامل البيور ده عباره عن ايه؟ معامل البيور الثاني عباره عن صفر، يبقى الناتج صفر ناقص صفر يدي لك بارابوليك، لان صفر توتال النهايه بارابوليك، حتى رغم ان في متغير ولكنه بارابوليك في الاخر. طب هنا منديك الاثنين بيور والثانيه والثالثه غايبه اللي هي الميكس، يبقى يعني الميكس نبدا بيها سكوير اهو صفر سكوير لانها مش موجوده ناقص 4 في الاول في الاول في الاثنين البيور يعني واحد في واحد، الناتج طلع كام؟ سالب 4، سالب 4 يعني ايه؟ نيجاتيف، يعني ايه نيجاتيف؟ يعني اليبتك. طب اللي هنا بص بقى اللخبطه والله العظيم اسئله جميله قوي، هل ده مشتقه ثانيه اصلا؟ ولا اكنك شايفه يا حبيبي، ده مش مشتقه ثانيه، فاكني ما فيش ولا واحده بديهم لك، اكني صفر سكوير ناقص 4 في صفر في صفر. في بقى برنس تحفه كان هيقول لي 4 في 1 في 1، فتقوم حاطط لك الاختيارات، عايزها اليبتك ولا عايزها بارابوليك زي الصح؟ الصح بارابوليك اهو، صفر ناقص صفر كلهم بصفار، يبقى الناتج صفر يبقى بارابوليك. انت كنت هتختارها ايه اليبتك ليه؟ كنت هتقول لي دول الاثنين البيور اهمت ومفكر السكوير ده مشتقه، لا ده سكوير
مش مشتق، كنت هتاخد دول بواحد. لا يا حبيبي، دول اصلا مالهمش دعوه بالموضوع، لكن في هنا اهو المشتقه الثانيه بتاعتي اللي هي بارشل سكوير على بارشل، هي الداله هي اصلا زد اهي، على بارشل اكس، بارشل على بارشل يو، بارشل في. ايه الدوال الرخمه دي؟ حلو، دي مش موجوده. ونفس الكلام بارشل سكوير زد على بارشل في سكوير مش موجوده، والبارشل زد على بارشل يو سكوير برضه مش موجوده. هم دول اللي انا بدرسهم، بدرس المشتقات الثانيه مش المشتقه الاولى تربيع، دي مختلفه سماء وارض يعني. تعال نشيل كل الحصه دي اللي وراها، دي مشتقه اولى مالهاش دعوه بيا، دي مشتقه ثالثه مالهاش دعوه بيا، وبالتالي ايه؟ الثلاثه غايبين، يبقى الاجابه بارابوليك. الاجابه بارابوليك، والله اعلم يعني، ان شاء الله هتاكد. انا اظن في اجابات. مفيش اجابات؟ ما يهمكش يا معلم، مفيش اجابات ولا يهمك. انا بحل معاك زي ما قلت لك اول مره يعني، فلو لقيت حاجه شاك فيها قول لي. الاجابه هنا زي ما قلت لك بارابوليك، ليه؟ لان المشتقه الثانيه مش موجوده، المشتقه الثانيه مش موجوده. فهمت الفكره؟ السؤال اصلا مهم، خلي بالك ان انت ما ينفعش تقول بارابوليك، انا الحته دي نسيت اقولها لك. يعني الاجابه دي مش صح المفروض، الاجابه دي مش صح. ليه؟ لان هو اول حاجه قال لك قول لي هي لينير ولا لا، ولو لينير صنفهم، يعني التصنيفه دي اصلا لا تصلح الا لو انا كنت ايه؟ لو انا كنت لينير. فلو جيت تبص نرجع تاني بسرعه، ده لينير فعرفنا نصنفه، ده لينير فصنفناه، ده مش لينير فما ينفعش نصنفه، يعني ما ينفعش اقول هنا بارابوليك. الاجابه الصح ما ينفعش تقول بارابوليك، ركز معايا قوي في الحته دي. الاجابه الصح هنا اهو ما ينفعش نقول بارابوليك. ليه؟ لانه اصلا مش لينير. فالبارابوليك واليبتيك وهايبربوليك ده يصلح فقط في حاله الايه؟ في حاله اللينير، لكن انت مش لينير اساسا، فما ينفعش تقول لي ان انا هصنفه. طب ده برضو نفس الكلام، ده مش لينير لانه واخد ثانيه في حاجتين مضروبين في بعض، وبالتالي ده مش لينير فما اقدرش اصنفه. طب الاخير لا، ده لينير، مفيش حاجه تمنع ان هو يكون لينير. فتلاقي هنا المشتقة الميكس وعاملها واحد، يبقى واحد سكوير ناقص اربعة في معامل الاثنين التانيين، اللي هو الاكس بيور المشتقة التانية بتاعتها مش موجودة فصفر، والتانية برضه مش موجودة فصفر، يبقى الإجابة واحد، يبقى الإجابة أكبر من واحد، يبقى إيه؟ أكبر من صفر قصدي، يبقى هايبربوليك. يبقى في ثلاثة بس معانا، والاثنين التانيين إيه؟ مش تبعنا أصلاً. فاهم الفكرة إيه؟ والله أعلم يعني. نيجي على اللي وراه. أنا زي ما قلت لك بفكر معاك، فا أهم حاجة إيه؟ استفاد. تعالى على حبة الأسئلة الكتيرة دي. اظن انهم مفيدين يعني، مفيدين جدا كمان. بص يا صديقي العزيز، حدد كل واحده فيهم اليبتيك ولا بارابوليك ولا هايبربوليك. هو حسم لك ان هم خلاص ايه، ان هم طيب نيجي هنا هتلاقي معامل الميكس سالب 2، هنقيم سالب 2 لكل تربيع ناقص 4 في الاي في السي، اللي هو ايه؟ معامل الاثنين البيور 3 في 3 صح، هيطلع الناتج ايه؟ هيطلع الناتج على الاله كده بتاعتك 4 اللي هو سالب 2 تربيع يعني ناقص 4 في 3 في 3، هيطلع الناتج ايه؟ سالب حاجه، سالب حاجه يعني سالب يعني ايه؟ اليبتيك. يبقى اول واحده اليبتيك. طيب مع ان عندي اعتراض كده بس يلا مش مشكله يعني. هات الريجنز. بص بقى السؤال ده، السؤال ده علم عليك العلامه، مهم، هيجي في امتحان، ده بيجي في الامتحان، هو ده النوع اللي بيجي، اللي فات ده ما بيجيش. والله بتكلم جد، ما بيجيش قوي يعني، اللي بيجي هو ده، يجي يدي لك دوال بقى المعاملات، دوال. تعال نمسك اول واحده كده، المعامل الميكس فين؟ اهي المعامل بتاعها 2 اكس واي. تعال نشيل دول، يبقى هنقول 2 اكس واي، ال 2 اكس واي بتاعتنا دي الكل تربيع ناقص 4 في معامل البيور، فين البيور؟ ادي اول واحده اكس سكوير ناقص 1 معاملها، في معامل الواي اللي هي واي سكوير ناقص 1. ده كده اهو زي الفل. طيب تعال نشوف الشكل ده هيدينا ايه في الاخر. فك ده، هيبقى 4 اكس سكوير واي سكوير ناقص 4، فك القوسين دول في بعض، الاول الاكس سكوير تتضرب في القوس الثاني كله ناقص 1 في القوس الثاني كله ناقص ناقص ايه يبقى زائد. وزع الاربعه واطرح، هتلاقي ده راح مع اول ترم، ويتفضل لك ناقص اربعه، تتوزع على هناك السالب يقلبهم، يبقى 4 اكس سكوير زائد 4 واي سكوير ناقص 1 صح، او ناقص ناقص 4 صح كده اهو. طيب ايه اللي احنا محتاجين نعرفه؟ ممكن تقوم قايل هاخد الاربعه كومن فاكتور. انا بعرفك لو جالك كل الاسئله ممكن تجي لك ازاي، اكس سكوير زائد واي سكوير ناقص 1. طيب ممكن قدامي كام حاله؟ قدامي ان انا ده لو بقى صفر، ولو بقى واحد، ولو بقى سالب واحد، هيحدد لي نوعي. فهو قايل له ايه؟ هو قايل له لو ده بيساوي صفر هبقى بارابوليك صح، ولو ده اكبر من الصفر هبقى هايبربوليك. والله كلام بسيط. ولو ده هو يجي لك الاختيارات كده اهو، اقل من الصفر هبقى اليبتيك صح كده، لانه مضروب في رقم ثابت، فالناتج هيبقى زي كده اهو. ممكن بقى الاختيارات تجي لك ازاي؟ وده انا اتوقعه في امتحان السنه دي، ان يحتاج ترسم ده. عشان كده انا بقول لك نصيحه، راجع رسمه الدايره والاليبس والبارابولا والحاجات دي، عشان ممكن تيجي في امتحان يقوم جايبها لك في الاشتراك كده، ويقول لك حدد المناطق نفسها، مش بس كده لا، حددها كمناطق.
فانا هرسم الدايره بتاعتي اللي هي دي السنتر بتاع 0 و0 والقطر 1. هو مرسم دايره 0 و0 والقطر 1 ومقيل له انا وانا براها اكبر، يعني كل القيم اللي تبقى اكبر من الصفر يعني بره الدايره، كل اكس سكوير زائد واي سكوير اكبر من 1 يعني بره الدايره، هنا كل المنطقه اللي بره الدايره كل ده انا ببقى هايبر بولي. هو هتلاقيه كاتب لك كده في الاختيارات بقى، وافتكر لما تيجي في امتحان هتلاقيه كاتب لك هنا هايبر بولي، ومنقط لك الدايره نفسها، منقط لك الدايره دي كده اهو نفسها، وكاتب لك عليها ان المنطقه دي اللي هي الدايره نفسها اللي بتكون بتساوي صفر، بتساوي صفر يعني ايه؟ يعني اكس سكوير زائد واي سكوير بيساوي واحد، يعني الدايره نفسها الخط اللي عامل الدايره هيكتب لك عليه بارابوليك. طيب واللي جوه الدايره هتلاقيه كاتب لك عليه ايه؟ اللي اصغر بقى من الصفر اللي هو اليبتيك. يعني كل القيم اللي شغله المنطقه دي الاريا دي كلها اي نقطه فيها هتحقق المعادله اللي هي تكون اقل من الصفر، او الانيكواليتي اللي ايه اللي اقل من الصفر دي. فبالتالي انا هبقى اي نقطه هعوض بيها من النقط اللي جوه الدايره هبقى ايه؟ اليبتيك. طب اللي بره الدايره هبقى هايبربوليك، اللي على الدايره هبقى بارابوليك. شفت المساله دي حلوه ازاي؟ وتلاقي الخيارات بقى جاي لك دايره، جاي لك مش عارف متوازي اضلاع، جاي لك اي حاجه بقى، فانت المفروض تبقى فاهم الاسئله ازاي كده. نيجي على المساله اللي وراها، مساله خطيره جدا، مساله جميله والله ممتعه يعني، صاحي من زمان. نيجي على اللي وراها، المشتقه المكس فين هي؟ بدور عليها عشان مش شايف. واي واي اكس اكس مفيش اصلا، مفيش مشتقه مكس صح كده، يبقى صفر، صفر ناقص 4 صفر سكوير يعني ناقص 4 في مشتق في المعامل بتاع البيور 2 اكس 2 كوزاين في سالب ساين صح، السالب يقلب ده ونحط ساين بس صح كده اهو، يبقى الناتج 8 او 4 خليها 4 زي ما هي ولكن ساين 2 اكس قانون ضعف الزاويه طب الانجل صح كده اهو. هتقوم قايل له بقى في الاختيارات غالبا مش هيطلب منك الحته دي عشان رسمها هيبقى رخم، فهتلاقيه في الاختيارات بيقول لك ان ده بيساوي امتى بارابوليك مثلا، يعني الاسئله تيجي كده ويقول لك امتى بيساوي بارابوليك، تقول له لو الساين 2 اكس بتساوي صفر، او تقول له لما 2 اكس دي تكون من مضاعفات البار، او تقول له اي حاجه بقى معبره عن هذا المعنى. طب امتى بتساوي هايبربوليك؟ يبقى لازم يكون ده موجب، يبقى لازم تكون الساين موجبه. طب امتى يكون بيساوي اليبتيك؟ لو الساين 2 اكس سالبه. مش هتطلب منك ترسم دول غالبا يعني، مع ان ممكن ارسمهم لك بس مش وقت. طيب ممكن يجي لك اسئله ثانيه ازاي؟ ممكن يقول لك ات البوينت الفلانيه بي بتساوي بوينت مثلا 1 و2، الداله اللي فوق دي بتساوي ايه؟ نوعها ايه؟ هتقوم واخد 1 و2 دول، تقوم حاطط مكان الواحد اللي هو الاكس، تقوم حاطط هنا 1، تقوم شوف ساين 2 على الاله بتساوي كام؟ ف 4، شوف الناتج هيطلع موجه، تقول له هايبربوليك، طلع سالب تقول له اليبتيك، طلع صفر تقول له بارابوليك، يبقى ممكن يديلك نقطه تعوض بيها. طيب نيجي على الاسئله اللي في الاخر، دي بقى ارقام سهله دي. بيقول لك نفس الكلام، حدد لي نوعها. المشتقه الميكس اهي معاملها 1 سكوير ناقص 4 في معامل الاثنين التانيين البيور سالب 2 و1، سالب 2 و1، سالب في سالب موجب هيطلع ناتج حوالي 9، يبقى الناتج موجب يبقى هايبربوليك، يبقى اول واحده هايبربوليك. طب اللي وراها 12، 12 سكوير ناقص 4 لحقناها قبل كده في معامل الاثنين البيور 4 في 9، يبقى الناتج هتلاقي ايه؟ اعمله على الاله بسرعه، 12 سكوير ناقص 4 في 4 في 9، طلع ناتج صفر، يبقى الاجابه ايه؟ بارابوليك. هيجي لك واحده من دول في الامتحان باذن الله. طيب نيجي على اللي وراها، قربنا نخلص، احنا ما خدناش وقت كبير يعني، ما خدناش وقت كبير خالص. حدد اذا كان بارابوليك ولا هايبربوليك ولا مش عارف اليبتيك. طيب تعال نشوف اول واحده، معامل الميكس كام؟ سالب 4، يبقى سالب 4 سكوير ناقص 4 ده ثابته في القانون، في معامل البيور في معامل البيور يعني 2 في 7، 2 في 7 امسك آلتك، 4 سكوير يعني 16 ناقص 4 في 2 في 7 طلع رقم سالب، تقول له الاولانيه اليبتيك. هي اظن متجاوبه بقى، يعني مش متجاوبه يبقى عيب والله، مش متجاوبه، لا استنى مش متجاوبه. انا مش عارف ما حطيتش الاجابات ليه. المهم يبقى الاجابه اول واحده اليبتيك، اللي وراها تعال نشوف معامل الميكس 2 سالب 2 كوزاين ربعه يبقى 4 كوزاين سكوير، دي تحفه، انا اتوقع دي في امتحان بتاع السنه دي. وقول محمد قال انا اتوقع ان يجيب حاجه شبه دي بالظبط في امتحان السنه دي، يعني دي توقعات الامتحانات دي. المشتقه الميكس خد اللي جنبها وربعه عشان ده اللي جنب الميكس، يبقى 4 كوزاين سكوير اكس ناقص 4 في معامل معامل الاثنين البيور، ده معامله 1 وده معامله سالب ساين، السالب بيخلي ده موجب ويبقى ساين سكوير اهو، نفس الشكل خدناه نقلناه هنا اهو، ده بيساوي ايه؟ خد الاربعة كومن فاكتور ويتفضل لك كوزاين سكوير زي ساين سكوير اللي هي 1، يبقى الناتج طالع بوزيتيف، يبقى النوع ده بتاعه هايبربوليك مهما اختلفت قيمه الاكس. ممكن بقى انا لو احط امتحان العب لك في السؤال ده لعب، اقول لك ايه؟ مش هقول لك قول لي نوعها، انا اقول لك فور اول فاليوز اوف اكس عند كل القيم. ايه ده؟ انت متعود بقول لك عند القيمه الفلانيه نوعها ايه؟ فانت اول ما تلاقي متغيرات وبقول لك عند كل القيم هتعرف ان في تريكه،
فانا لازم يكون في حاجه هتتكنسل، الساين سكوير زائد الكوساين سكوير بواحد، فطلع الناتج هايبربوليك لكل قيم اكس. فاهم الفكره؟ افضل العب معاك بقى، ممكن اقول لك ات البوينت الفلانيه ناقص ات البوينت الفلانيه، النوع هيبقى ايه؟ افضل العب معاك لحد السنه الجايه. طيب هنا مدي لك مشتقة الميكس جنبها اتنين، تعال نشيل دول بس جاي بسرعة اهو، نظفنا المكان. اللي جنب المشتقة دي عبارة عن اتنين اكس ناقص واحد، بس هنربع كله، فهيبقى دي تربيع، وخلي الاتنين دي اربعة، اللي جنب الميكس بنربعه، ناقص اربعة في اللي جنب البيور واللي جنب البيور، اللي جنب البيور هنا واي، اللي جنب البيور هنا سالب، يبقى خلي دي موجب، واي زائد اتنين. ده ايه علاقته؟ مش عارف، تعال اقول لك. ثم خليها كده اهو 4، سيب دي زي ما هي ما تفكش حاجه، فك القزه، يبقى 4 وده هيبقى واي سكوير زائد 2 واي. ممكن تعمل اكمال مربع، هقول لك ليه. اعمل اكمال مربع عشان عندك نظره كده، عشان توصل لشكل الدايره، شكل معادله الدايره. هتزود واحد وتنقص واحد، صح صح، وده هيبقى ايه؟ واي زائد 1 الكل سكوير. خلينا ننجز، واي زائد 1 الكل سكوير، ووزعنا الاربعه فبقت ناقص 4 هنا. حلو. فاقدر اقول ايه؟ ان انا لو خدت الاربعه كومن فاكتور هيتفضل لي معادله الدايره، يبقى نفس المساله اللي كانت فوق. لو خدت الاربعه كومن فاكتور هيتفضل معادله الدايره، ولكن السنتر بتاعها مختلف المره دي، ده الفرق الوحيد. نفس الريديوس ولكن السنتر مختلف. السنتر فين؟ عند واحد وسالب واحد، ادي مشينا واحد ونزلنا عند سالب واحد، هي دي الدايره، والريديوس بتاعها واحد، فتلاقيها لمسه المحاور كده. ممكن حتى ارسمها لك بلون مختلف. هي دي الدايره، اي حد جواها هيخلي الرقم ده كله سالب، فبالتالي هيبقى اليبتك. اي حد براها هيبقى هايبربوليك، اي حد عليها بالظبط هيخليها بصفر، هيخلي الناتج التعويضي هنا بصفر، فيبقى ايه؟ فيبقى اسمه ايه؟ فيبقى بارابوليك. شفت المسائل؟ اتبسط كده، خلصنا دول، نجيب غيرهم. تعالى على اللي وراها، دي اسئله ممتازه الصراحه. احنا خدنا دي، بيقول لك البارشال ديفرنشال ايكويشنز عندها ايه؟ هل عندها 1 اندبندنت فاريبل واحد؟ لا، ده هي اسمها بارشل، يعني عندها اكتر من اندبندنت. طيب هل عندها 2 او اكتر اندبندنت؟ ايوه، الاختيار بي هو الصح. هل عندها ديبندنت اكتر من واحد؟ لا، لازم يكون يو واي، لازم يكون الداله الاصليه اللي ببحث عنها، اللي عايز احل المعادله التفاضليه عشان اوجدها، تكون واحده فقط، اللي هي الديبندنت فاريبل، تكون واحد فقط، فمش مور ذان، يبقى الاجابه سي غلط. عندها عدد متساوي من الديبندنت والاندبندنت؟ لا، هو واحد ديبندنت وكتير قوي اندبندنت، 2 او اكتر، فالاجابه الصح هي بي. تعالى يا معلم، ده يقول لك البارشال ديفرنشال ايكويشنز بتتصنف كايه اللي قدامك دي. تعال نشوف، هات معامل الميكس، مفيش ميكس اصلا، الميكس مش موجوده في المساله هنا، يعني المعامل بتاع الميكس ايه؟ 0 سكوير ناقص 4 في معامل الاثنين البيور هنا 5 في معامل البيور الثاني 0، مش موجود. ايه رايك؟ يبقى صفر الناتج النهائي، يبقى بارابوليك. وجايب لك بقى اكس واي ومعقد لك الدنيا عشان تاخد تتلخبط وتاخد دول. فاهم الفكره؟ تعالى على اللي وراه، انا جايب لك حبه اسئله محترمه، يبقى اسئله دي في امتحان، ولو ما جاتش هتفيدك في اللي هيجي، ولو ما جاتش وما فادتكش في اللي هيجي هتبقى فادتك انت كبني ادم. انا دايما بسمع الثلاث حاجات دول ورا بعض، اي سؤال احله معاك في الحلقه، او اي سؤال انت هتحله في حياتك اصلا، يا هيجي في الامتحان فيبقى دي احسن حاجه، يا ما يجيش بس يساعدك في حاجه جت، او ما يجيش وما يساعدكش في حاجه جت، فيبقى انت فادك كايه؟ كشخص كبني ادم بس. شكرا، والله العظيم بجد هي دي الحياه. هنا عايزين نحدد برضه النوع، المشتقة البيور الثانيه البيور اهي، والبيور اهي مفيش ميكس، يبقى الميكس 0 اهو، يبقى 0 سكوير ناقص 4 في الاثنين بتوع البيور 6 في 5، يبقى الناتج هيطلع رقم سالب، يبقى الناتج ايه؟ اليبتك. بقى الاجابه اليبتك، فعلا الاجابه اليبتك. تعالى على اللي ورا، بسم الله الرحمن الرحيم. هنا نفس الكلام، عايز يحدد النوع ومديني الاثنين البيور اهم، يبقى ومفيش اصلا ميكس، يبقى الميكس ادي 0 سكوير ناقص 4 في البيور، في البيور 1 في سالب 5، السالب 5 هيخلي ده موجب، يبقى ايه؟ 5. يبقى الناتج طلع موجب، يبقى الاجابه هايبربوليك. تعالى على الجميل اللي في الاخر ده، وبعدها هحل معاك سؤالين الفاينل، وغالبا هنقفل على كده. بص يا عم، بيقول لك ايه؟ حدد اللينيارتي والاوردر وبس، هو ده المطلوب. الاوردر سهل قوي، شوف اعلى مشتقه، المشتقه هنا الثالثه، يبقى اعلى اوردر هو الثاني، يبقى الاختيار اللي ليا ده اول حاجه بعملها في الامتحان. طب لينير ولا مش لينير؟ لقيت دبليو مضروبه في ايه؟ في حاجه فيها دبليو، يبقى الاجابه مش لينير على طول، يبقى الاجابه اللي تحت دي بي. طبعا هو كاتبها اصلا ايه؟ هي الاجابه بي. تعالى بقى احل لك سؤال الامتحان واثبت لك ان انت مش هتلاقي حاجه جديده في الامتحان، لو انت يعني حليت الفات ده بضمير وسمعت الشرح اللي انا شرحته في اول في الحلقه اللي فاتت، هتلاقي سؤال الامتحان ده ملوش لازمه. بص يا عم، ده سؤال الفاينل بتاع السنه اللي فاتت، بيقول لك ايه؟ حدد لي نوعها.
طيب تعالى اوريك بقى اللي هو عامله. المشتقه الميكس اهي، يبقى معاملها اكس 4 ناقص 4 في معامل الاثنين البيور، المعامل ده واحد ومعامل الثاني سالب، هيخلي ده موجب ويبقى اكس زائد واحد تنزل. صح، عندك اعتراض؟ زي الفل لحد هنا. ده بقى موجب ولا سالب؟ تعال نشوف. اكس سكوير زائد 4 اكس، ده طبعا قوس 4 اكس زائد 4، 4 في 1 يعني. صح، ده يمكن كتابته على الشكل الاتي، اكس زائد 2 الكل سكوير. يعني الشكل ده موجب دائما، موجب دائما يعني اي حاجه سكوير موجبه دائما، اوعى تكون ما تعرفش. حلو، ده موجب دائما، يبقى ايه العلاقه؟ يبقى ده، او خلي بالك انا عايز اقول لك، انبه لك على نقطه، ده يمكن ان يكون، يمكن ان يكون، ويمكن ان يكون. حلو، ممكن يكون صفر، ده لو الاكس بكام؟ سالب 2، ودايما هيبقى بوزيتيف في اي حاجه اخرى، فور اول اذر، اي قيمه ثانيه. يبقى يا اما هيبقى موجب، يبقى هيبقى هايبربوليك، يا اما هيبقى سالب 2، الاكس تبقى سالب 2، فيبقى الناتج ايه؟ يبقى الناتج بارابوليك. لكن ايه اللي مستحيل يحصل؟ ان ده مستحيل يحصل ايه؟ ان يطلع رقم سالب. القوس ده على بعضه مستحيل يطلع رقم سالب، فالاجابه لا بارابوليك ولا هايبربوليك. لا اما الاجابه هتبقى بارابوليك اور هايبربوليك، لازم يتحطوهم الاثنين مع بعضهم، لا اما الاجابه نوت اليبتيك. شفت العظمه؟ سؤال محترم والله، سؤال سهل قوي ومحترم. نوت اليبتيك بيختبر فهمك اهو، يبقى الاجابه نوت اليبتيك، والله اعلم يعني. نيجي على السؤال اللي وراه، سؤال اسئله فاينل اللي جايه دي كلها، خلي بالك. بيقول لك حدد الاوردر واللينيارتي والهوموجينيتي. طيب اول حاجه الاوردر، اعلى مشتقه 2 3، مفيش حد اصلا تاني، يبقى اعلى اوردر 3، يبقى الاختيار ثيرد، يا ثيرد يا ثيرد، ده او ده او ده. طيب هل هي لينير ولا لا؟ ده لوحده وباور 1، لوحده وباور 1، لوحده مش مضروب في حد، زي الفل، يبقى الاجابه لينير، يبقى حسمت في الاختيارين اللي تحت. طيب هوموجينيتي، هوموجينيوس ولا نون هوموجينيوس؟ هل كل الترمات فيها يو او احدى اخواتها؟ ده فيه، ده فيه، ده فيه، ده ما فيهوش، يبقى نون هوموجينيوس، يبقى حسمت الاختيار مين؟ الثالث. شفت بنحلل المساله، كلام بسيط قوي والله. الطيب بتاع دي من ناحيه عند النقطه الفلانيه، بص بقى العظمه، عند النقطه الفلانيه، ده جه في امتحان قبل كده. هنمسك الميكس، فين الميكس يا معلم؟ فين الميكس؟ دور عليه، مش موجود. مفيش ميكس، سكند اوردر مفيش ميكس، مفيش اكس وواي. صح؟ يبقى صفر. ناقص 4 في مشتقه الرقمين بتوع الميكس واي وواحد. يبقى واي في واحد. الناتج طلع ايه؟ سالب 4 واي. عند النقطه دي هتحط الخمسه، ويبقى الناتج سالب 4 في 5 يعني سالب 20، الرقم طلع سالب، يبقى الاجابه اليبتيك. والله تعالى اعلى واعلم. لان هو حدد لك نقطه هنا، قال لك النقطه الفلانيه، فما تقولوش ميكس. ميكس دي يبقى انت ايه؟ سالب 4 واي وخلاص، ما نعرفش نوعها. لكن لو قال لك عند نقطه معينه، مستحيل النقطه الواحده تبقى هايبربوليك وبارابوليك في نفس الوقت مثلا، لا، لازم تبقى حاجه واحده فقط، فهي اليبتيك. وبرده ايه؟ متاكد من اي حاجه ورايا يعني، ان شاء الله صح كله. تعالى ناخد دول، حل لنفسك بس انا هحلهم معاك، هم متجاوبين. هحلهم معاك كده بسرعه، وبعدهم دي اللي انت هتحلهم بنفسك بقى. تعالى ناخد دول نمر عليهم مرور الكرام كده. متجاوبين واجاباتهم صح. تعالى نقرب بقى بسرعه. عايزين نحدد برده النوع. هتلاقي على طول كده اهو، بص المشتقه الميكس هيبقى 2 اكس واي كل سكوير ناقص 4 في مشتق ده ومشتق ده، هيبقى اكس سكوير في واي سكوير، اكس سكوير في واي سكوير. ايه رايك في العلاقه دي؟ صفر في الاخر، بارابولا، هي نفس الشكل، فاهم الفكره؟ طيب هنا مفيش اصلا ميكس، يبقى صفر، صفر، حلوه صفر دي، 4 في مشتق المعامل ده ومعامل ده، 1 في واي يعني واي، يبقى سالب 4 واي، يبقى البتاع في الاخر سالب 4 واي. عند النقطه الفلانيه هو اكيد مديك نقطه، في السؤال كان مدي لك نقطه، بس هو مش قايلها لنا هنا. المهم كان مدي لك نقطه، لما عوضنا بيها ادانا الناتج النهائي ايه؟ 4، يبقى غالبا كان مديني نقطه سالب 1. حلو، فلما عوضت ادانا 4 يبقى الناتج النهائي هايبربوليك، فاهم الفكره؟ او ممكن اقول افصل له بقى، اعتبر ان هو ما ادانيش نقطه خالص، فهقول له في الاختيارات سالب 4 واي دي اما ان تكون، اما ان تكون، اما ان تكون. لو الواي بزيرو هتبقى بارابوليك. لو الواي موجبه، ركز في الكلام، لو موجبه هعوض بيها هنا اهو، هتبقى موجب في سالب، يبقى الناتج سالب، يبقى الاجابه ايه؟ اليبتيك. دي بتلخبط ناس كتير. سالب 4 واي لو الواي موجبه وحطيتها هنا اهو، هيبقى التوتال كله بتاع العلاقه رقم سالب، يبقى اليبتيك. طب لو الواي هي اللي سالبه بقى، يبقى احط رقم سالب يتضرب في السالب، يبقى يحولوا لي موجب، يبقى الناتج هايبربوليك. طب هنا الميكس سالب 2، يبقى الكل كل تربيع ناقص 4 في معامل الاثنين البيور يعني 1 في 1، يطلع 4 ناقص 4 يطلع 0، يبقى الاجابه بارابوليك. نيجي على الاخيره، بيقول لك مفيش ميكس اصلا، يبقى صفر سكوير ناقص 4 في معامل ده 1 معامل ده 1 ناقص ام. حلو، ده يبقى الناتج النهائي ايه؟ سالب 4 تخش، بص دخل السالب هيخلي لك ام سكوير ناقص 1 كل ده في 4. حلو، ده اما ان يكون، اما ان يكون، اما ان يكون. لو ده بيساوي صفر، لو الام نفسها
بتساوي موجب او سالب واحد، ممكن تقولها له كده، لو الام موجب او سالب واحد هيبقى الكلام، هيبقى الموضوع بارابوليك. طب لو الام سكوير ناقص واحد على بعضها كده اكبر من صفر موجبه يعني، يبقى الناتج ايه؟ هايبربوليك، موجب في موجب. ولو الناتج كله بتاعها سالب، لو هي اصغر من صفر، الام سكوير ناقص واحد على بعضها، هيبقى الناتج اليبتيك. وهو ده اللي كاتبه لك هنا، بص هتلاقيه كاتب لك كل الكلام ده. بس هو يعني عامل غلطه يعني مش لطيفه يعني، ما ينفعش يكتب ما ينفعش ياخد الجذر يعني، المفروض بتتفك متباينه. هو هنا فككها بطريقه سطحيه جدا يعني، المفروض اما اقول لك ام سكوير ناقص واحد اقل من صفر، ما تقدرش واحد انك تاخد الجذر وتسكت، لا تقليها فكه، تقليها فكه على خط العداد. كنا بنعمل بحث الاشاره سالب واحد وواحد، ونقعد نحط موجب موجب سالب سالب الكلام ده، فهي ليها اماكن معينه بتطلع فيها العلاقه دي صح، مش عند مش بناخد الجذر وخلاص يعني. ده اللي وراها بقى انت اللي ايه، استنى في صفحه ثانيه ان شاء الله يعني ايه نخلص بسرعه. تعالى هنا نفس الكلام، عايزين نحدد النوع. فين الميكس اهو، ناخد اللي جنبها 2 ساين سكوير، 2 ساين قصدي، ونربعها هتبقى 4 ساين سكوير اهو، 4 ساين سكوير ناقص 4 في معامل ده ومعامل ده، المعامل ده سالب سالب كوزين، السالب هيخلي ده موجب، وكوزين تبقى كوزين سكوير، يبقى الاجابه خد 4 كومن فاكتور، يبقى الباقي اتفضل واحد، يبقى الناتج موجب، يبقى هايبربوليك. السؤال ده انا اتوقعه في الامتحان، لان شفته متكرر كام مره في مراجع وفي مصادر وحاجات كتيره، فانت ايه اعرفه. طب اللي هنا فين الميكس؟ ده البيور، ده البيور، مفيش ميكس، يبقى صفر سكوير ناقص 4 في معامل ده واي معامل ده اكس، يبقى واي في اكس اهو، يبقى الناتج سالب 4 اكس واي. ده موجب امتى وسالب امتى ومش عارف ايه، غالبا هيطلبوا منك بس لو حب يتفصل فيها يديك نقطه، يقول لك عند مثلا عند سالب واحد وواحد هتحطهم من اهو، هيبقى الناتج سالب واحد في سالب 4 يدي لك موجب 4، يبقى تقول له هايبربوليك وهكذا، هيبقى مدي لك نقطه تعوض بيها. نيجي في المعلم الاخير ده، مفيش ميكس اصلا، يبقى صفر سكوير ناقص 4 في 1 زائد اكس سكوير و1 زائد واي سكوير، صح كده اهو، مش مدينا اي حاجه ثانيه. اعتقد ان هو ناسي يكتب الاربعه، بص الاربعه دي نسي يكتبها هنا، مش عارف هنمسك لهم غلطات لحد امتى يا اخي، ولا ممكن يكون قسم عليها، والله ممكن عادي يعني. المهم يعني لو هي ده عمل مغالطه كبيره قوي، ثانيه نشوف هو عمل ايه كده. المهم تعالى خلينا نكمل، خليها سالب 4، سيبك من اللي هو عمله ده، خليها سالب 4 حلو. فايه الخلاصه؟ الشكل ده هل ممكن يطلع قيمه سالبه؟ هل ده على بعضه ممكن يطلع قيمه سالبه؟ لا، ده يا اما هيكون ده كله بصفر او واحد، يا اما هيكون ده بقيمه موجبه فيبقى اكبر من واحد، وده نفس الكلام. اقل حاجه ممكن يطلعها ان ده يطلع بصفر، فيبقى التوتال واحد برضه هيبقى موجب، فاهم الفكره؟ يبقى ده دايما موجب وده دايما موجب، مش هينفع يبقوا صفر حتى، ده دايما هيطلع موجب، لان لو حتى الواي بصفر او الاكس بصفر التوتال هيبقى واحد، وهنا التوتال هيبقى واحد، فيبقى دايما موجب. طب موجب في موجب في سالب 4 يبقى التوتال دايما هيدينا سالب، دايما هيدينا قيمه سالب نيجاتيف، يبقى اذا اليبتيك. شفت السؤال العظيم ده؟ يبقى الاجابه اليبتيك. السؤال ده ضيفه لقائمه التوقعات اللي احنا ايه بنعملها. نيجي على ده بقى، انت حلهم انت مش متجاوبين، حلهم انت سهلين جدا ومش اكشن، وبس كده خلصنا. الحلقه الجايه باذن الله هحل معاك مسائل على حل المعادلات التفاضليه نفسها، مش مجرد الكلاسيفيكيشن. كده خلصنا، كملناش ساعه متهيألي. وخلص القلب من الاغيار بالجد والقيام في بالاسحار، والفكر والذكر على الدوام مجتنبا لسائر الاثام، مراقبا لله في الاحوال لترتقي معالم الكمال. قل بذل رب لا تقطعني عنك بقاطع، ولا تحرمني من سرك الابهى المزيل العمى، واختم بخير يا رحيم الرحمى، والحمد لله على الاتمام، وافضل الصلاه والسلام على النبي الهاشمي الخاتم، وآله وصحبه الأكارم. سلام عليكم.